الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والمنافسات، شوط يليه الآخر ضمن هذه الفعاليات وضمن هذه الانطلاقات، وعلى بركة الله ينطلق شوطنا السادس عشر المخصص للقعدان. اللقاية المسافة هي 4 كيلومترات. أبدأ وإياكم أسير وأبدأ بعد المراكز. أبدأ بداية مع المركز الأول ومع صدارة الشوط، أول المنطلقين وأول المندفعين. شعار عايض بن رفعان بن عايض آل عاطف القحطاني، من يقدم لنا كفو على المركز الأول وعلى صدارة الشوط بقيادة ماجد بن محمد بن حمد بن حلفان المري. المركز الثاني وثاني التحديات، السيف مع المركز الثاني لهم بن طالب بن محمد بن شريم المري. والمركز الثالث وثالث التحديات يتقدم في هذه اللحظات شعار النجوم، وهذا هو شاهين لعلي بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي، يحتل المركز الثالث وينطلق على ثالث الأسماء. المركز الرابع ورابع الأسماء وبران عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الخامس وخامس الشعارات يتقدم في هذه اللحظات شعار نايف بن عبد الله بن محمد بن حذلين، ويقدم لنا ولد ناصية سلام. ندائنا الأول أتممناه على حضراتكم وعلى مسامعكم، الخمسة نجوم المنطلقة والمندفعة بقيادة من؟ بقيادة كفو 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 وعايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني وماجد بن محمد بن حلفان. يا أخوان هذا والله أبو محمد، هذا والله الشرس ماجد بن محمد بن حلفان. من يتابع هذا الشعار ومن يراقب هذا الشعار؟ الله وبطل هذا المهرجان، بل بطل المهرجانات ماجد بن محمد بن حلفان. كفو على المركز الأول. المركز الثاني السيف للهوم بن طالب بن محمد بن شريم، ثنائية مميزة وجميلة وكبيرة وعملاقة ما بين هذه الاسمين. من بدأت بالابتعاد من بقية الأسماء والشعارات؟ وبران مع المركز الثالث، عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية شاهين يحتل المركز الرابع، وعلي بن محمد بن مسفر الفطيح اليامي يتقدم ويقدم لنا شاهين. ولكن تابع هذا الوصول وهذا القدوم في هذه اللحظات. وصل وتقدم دالوب وماجد بن محمد بن حلفان، وأيضا وصل وتقدم في هذه اللحظات هدفه الانتصار، وسلمان بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري الفعال يتقدم في هذه اللحظات. ولكن وين الصدارة؟ وين ما بين هذه الثنائية الكبيرة والمميزة والجميلة ما بين لهم؟ الله وبن رفعان عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني. يا اخوان الله يقدم لنا كفو على الصدارة مع الرمق الاخير مع الكوع الاخير. الله ثوران الاعصاب بقيادة الشرس ماجد بن محمد بن حلفان.
على الصدارة وعلى المركز الأول، يقدم لنا كفو بشعار عايض بن رفعان بن عايض آل عاطف القحطاني القحطاني على الصدارة وعلى المركز الأول. الله الله على هذه العروض، ما يقدمها الشرس ماجد بن محمد بن حلفان المري. الله يا أخوان، هذا هو الشرس وهذه هي انطلاقاته واندفاعاته. الشرس ماجد بن محمد بن حلفان يكشر عن نيابه وينطلق بهذا النماس بهذا الانطلاق المميز والجميل. كفو كفو كفو، انطلق كفو إلى الفوز إلى النماس وإلى الانتصار. هذا هو كفو على الصدارة على المركز الأول. نواف قادم فايز بن عماش بن عواد الشمري، ولكن خلاص خلاص أمور الشوط يبدو أنها عندك يا بن رفعان يا بن رفعان. بطل لا يقهر بطل لا يقهر في هذه البطولة، بطولة كأس الاتحاد السعودي. ومشكور مشكور يا ماجد يا بن محمد يا بن حلفان. من يتابع هذا الشعار ومن يراقب هذا الشعار؟ الشرس الشرس ماجد بن محمد ماجد بن محمد. من تفاعل من تفاعل يا ابو محمد، يقدم لنا العروض المميزة والجميلة. وهذا هو كفو عايض بن رفعان بن عايض آل عاطف القحطاني، يقدم لنا كفو مع هذا الفوز والانتصار. كفو لعايض بن رفعان بن عايض آل عاطف القحطاني، ولحظة وصوله معلن الفوز والانتصار. قاطع مسافة الأربعة كيلومترات 6 دقائق 19 ثانية 52 جزءا من الثانية. المركز الثاني المركز الثاني شعار فايز بن عماش بن عودة الشمري مع نواف، 6 دقائق 20 ثانية 49 جزءا من الثانية. المركز الثالث شعار سلمان أو محمد بن سلمان الدوسري، التوقيت الزمني 6 دقائق 25 ثانية 34 جزءا من الثانية. المركز الرابع شعار عبد العزيز بن خالد العطية، والمركز الخامس شعار ذيب بن مرسل آرزق. إذن هذا هو ملخص شوطنا 16، وكان كفو حاضرا على الموعد ومنتزعا هذا النماس وهذا الانتصار. وشعار عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني يتصدر هذا المشهد ويحصد أكثر نقاط في هذه البطولة، بطولة كأس الاتحاد السعودي. وهذا هو كفو بقيادة ماجد بن محمد بن حلفان. مشكور مشكور يا أبو محمد، ما تقدم من عروض مميزة وجميلة وكبيرة وعملاقة. وهذا هو انطلاقة كفو مع الانطلاق المميز والجميل. تهانينا والنماس لجميع الفائزين، وحظ نوفر لمن لا يحالف الحظ. شوطنا القادم بصوت الزميل مانع بن علي الربيعي.